مرحبا بكم في قناتي. في فيديو جديد، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك الإعجاب وتعليق جميل مثله. هذه الصور البالا والبيدون اللي هدرت عليه تناولته العديد من وسائل الإعلام، وعلى غرار فرانس 24 هدرت على هذه القضية وعلى إخفاق التسيير في قضية الحرائق في الجزائر من طرف المؤسسات تاع الدولة. وكالة الأنباء الجزائرية طلعت اليوم والبارحة بلهجة شديدة تجاه فرانس 24، حتى أنهم قالوا فرانس 24 قناة الحثالة بالعربية، وكتبوها بالفرنسية كذلك بوبل. هل وكالة الأنباء الجزائرية هي معنية بأن تدخل في هذه الملاسنات مع المؤسسات الإعلامية الأخرى؟ هل دورها أنها تدافع عن الجزائر أم أنها مؤسسة إعلامية فقط؟ لماذا الجزائر الآن راهي خارجة وتسب في كل دولة تستعمل إعلامها لكي تعلم قراءها ومتتبعيها بما حدث في العالم على غرار الجزائر؟ شوف، خلينا نتفق منذ البداية أن الإعلام في كل مكان هو إعلام له صاحب، له واحد، حكومة، جهات. وقناة فرانس 24 هي قناة تابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، فهي لديها الأجندة الفرنسية. ولكن مع ذلك نستطيع أن نميز أحيانا في الكتابات ما بين بعض المقالات أو بعض الأخبار التي هي تندنسيوز، التي هي عندها أجندة واضحة، وأحيانا يكون الخبر بشكل عام نستطيع أن نقول مهني بين قوسين. الحقيقة عندما تقرأ المقال اللي كتبته هذا الفرانس 24 ستجد أنه كان أقرب إلى المهني. مع أنا عندي لي ملاحظات كثيرة، فرانس 24 عندهم أجندة وعندهم حسابات ويجيبوا فقط من يرتاحوا لهم ومن يدافعوا على وجهة نظرهم ويدافعوهم على مشروع. هذا المشروع هو مشروع الحكومة الفرنسية والإستابليشمنت الفرنسي، لكن في هذه القضية بالذات لكي نكون منصفين كانوا أقرب إلى المهنية، طرحوا خبر كما تطرحوا كل القنوات، كما تطرحوا كل المواقع، كما تطرحوا كل لكن الرد صراحة مرة أخرى تشعر بأن ما فيش جماعة، ما فيش، يعني ما راهش نتكلموا على حكم استبدادي ولا طغياني، حتى نتكلموا اسمح لي على العبارة، يعني لأن هذا الوصف اللي يليق بهم، هما حثالة الحثالة يعني، وهما اللي فوايو يعني. هذا مشرد، لأن أولا هذا مش صاحب رأي يخرج، هذه لا قياس، صاحب رأي ممكن يأخذوا الناس منه يقبلوه ولا ما يقبلوش هذا الكلام، لديه موقف. لكن هذه وكالة أنباء رسمية المفروض أنها أقرب إلى المهنية، أقرب إلى الموضوعية، وليس المشرفين على صفحة الفيسبوك نتاع أو مجلة الجيش أو الفيسبوك نتاع تبون، هذه ولا فيها شيء آخر يعني. هذا واحد. الأمر الثاني، الحقيقة أن فرانس 24 جات فقط لكي يديروا نوع من التوازن، لأن قبلها بساعات خرجت جريدة الخبر وكاين بعض الجرائد الأخرى خذت منها. طبعا أنا كنقول جريدة هنا بين قوسين، هذو لا أصبح أبواق، هذو مهم جرائد ولا مواقع، هذو أبواق يؤمرون فيقولون أو يكتبون، ما مش جرائد بمعنى الحقيقي. فقبلها بساعات كانت خرجت جريدة الخبر وشنت هجوم غير مسبوق على الإمارات. جريدة الخبر بالذات قبل أشهر كانت تتلقى الجوائز والهدايا من الإمارات، مثلها مثل قنوات أخرى ومواقع أخرى باش يرشوهم يعني، وكانوا يكتبوا كل ما هو مفيد ومليح للإمارات حتى قبل أشهر. وشخصيا تحدث عن الموضوع هذا ما الذي تغير أستاذ محمد العربي؟ ما الذي تغير حتى أصبحت الخبر تقول باللي الإمارات زودت المغرب بنظام تجسس وتسعى لجر موريتانيا إلى التطبيع؟ تغير اللي أعطاها الأمر، لأن هذه الأبواق سواء كانت جرائد أو تلفزيونات أو مواقع عندهم الآمرون، ما عندهمش آمر واحد، لأن ما عندناش نظام حكم واحد، عندنا أجنحة. فلما تكون الأجنحة على حساب الجناح القوي في اللحظة هذه، في هذه اللحظة كان صراع قوي جدا بين ثلاث أجنحة، جناح تبون ومن معه من جنرالات ودي جي اس ال الشرطة، خاصة رئيس الشرطة ومن معه، جناح شنقريحة والحاج علي يحيى والحاج، وجناح الدي ار اس القديمة. طبعا كنقول شنقريحة مع أيضا جنرالات المخابرات في الغالب يعني. هذه الأجنحة الثلاثة، الجناح الثالث اللي هو الدي ار اس القديمة راه يفقد في القوة تاعه، وراه يدفع في الثمن يعني، راهم يدفعوا فيه في الثمن في حالات معينة. لكن القوة، الصراع الأساسي اليوم راه ما بين شنقريحة وجنرالاته الذين لا يريدون لتبون أن يذهب لعهدة ثانية لأسباب متعددة، بما فيهم يريدون أن يأتوا هم برجلهم أو بالشخص اللي يفضلوه، لا تنسى أن تبون جابوا القايد صالح، وجماعة تبون كان في زيارة لتركيا ولقطر. أنا على يقين، شوف أنا ما عنديش دليل، لكن كاين كثير من الأشياء أصلها بالتحليل،
أنا على يقين أن القطريين يعودوا وقدموا التبون، والوفد الكبار الجنرالات اللي رحوا معاه والمسؤولين اللي رحوا معاه يعودوا قدموا لهم أدلة تثبت تورط الإمارات في الإضرار بالنظام الجزائري وبالجزائر ككل. أيام القايد صالح وأيام بوتفليقة الإمارات كانت تأخذ كل شيء وكانت تدعم النظام بقوة، والقايد صالح حتى نهار اللي كان الحراك في 22 فبراير كان موجود في الإمارات وجاي يجري ورحلة 3 مرات كما ذكروا بها الله يرحمه بورقعة أيام الحراك والليل سجين بورقعة. أما بعد تغير شوية الوضع، أصبح تبون لارتباطات سابقة، هو ومن معه عندهم ارتباطات سابقة بالقطريين وبالأتراك. لا تنسى أن الأتراك بنوا مئات الآلاف، ربما 300,000 400,000 من المساكن في الجزائر. الصينيين أيضا بنوا، الإسبان أيضا بنوا، لكن الأتراك هم اللي بنوا كثير. في الفترة هذه فترة 20 سنة كان فيها أغلب الوقت كان تبون هو وزير السكن، فهو لديه علاقات مع الشركات التركية وعلاقات في الغالب مشبوهة بالمناسبة يعني. لكن لو جونا حسبوا سنجد أن بالنسبة للقطريين والأتراك، ولذلك ترى الجزيرة مثلا اليوم يتحدثوا مثلا على الحرائق في تونس، تحدثوا عليها بكثرة، تحدثوا على الحرائق في الجزائر، لكن ما هوش بالحد اللي تحدثوا عليه في تونس، مع أن تونس لم يموت أحدا. النظام التونسي طبعا نظام فاسد ومفسد لا شك في ذلك، لكن النظام الجزائري هو نظام فاسد ومفسد لكن يلقى دعما من الإعلام القطري، أو على الأقل سكوتا، خاصة بعدما فتحوا لهم الجزيرة. أنا على يقين أن تبون عندما وصل هناك قدموا له القطريين، والقطريين لديهم الآن ليس فقط إمبراطورية إعلامية ولكن أيضا لديهم إمبراطورية استخباراتية. القطريين في معركتهم مع الإماراتيين ومع السعوديين ومع المصريين اكتسبوا خبرة كبيرة جدا وأصبحوا قوة استخباراتية، ومثلهم مثل الإمارات بالمناسبة، مثلهم مثل الأتراك بالمناسبة، مثلهم مثل الخيال الإسرائيلي، أصبحوا من هذا النوع يعني، أصبحوا قوة استخباراتية. يعودوا قدموا لهم مجموعة من الأدلة، ربما بما فيها مكالمات مسجلة، ربما بما فيها فيديوهات مسجلة لمسؤولين كبار يقولوا لهم هم الإماراتيين وش عندهم عليكم. وبالفعل الإماراتيين اليوم بعد فضيحة بيجاسيس تنقلت كثير من الشركات الإسرائيلية إلى الإمارات، وهم يستغلون مع بعض في قضية تجسس، والإماراتيين اليوم قوة استخباراتية تجسسية. يقولون أنها قدمت، وهذا اتهام رسمي من طرف النظام إلى النظام المغربي، قدموا له الإماراتيين قدموا له برنامج آخر غير بيجاسيس. محتمل جدا، ما عنديش دليل أكيد لكن محتمل جدا، لأن الإمارات تريد حرب بين الجزائر والمغرب، تريد الفوضى في المنطقة المغاربية كما فعلت في المنطقة المشرقية أو في الشرق العربي، تريد نفس الشيء. لحد الآن لماذا ماذا تستفيد الإمارات من حرب في المغرب الكبير أستاذ محمد؟ تستفيد مجموعة أشياء. أول حاجة، عندما تحدث الفوضى في أي بلد من هذه البلدان يتم التهريب يولي مضاعف 100 مرة. المال السوري والمال العراقي والذهب العراقي والذهب السوري واليمني والليبي اللي راه اليوم في 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 الإمارات، والسوداني اللي راه اليوم في الإمارات، هو أكثر ربما بمئة مرة ما كان قبل 15 سنة، قبل الفوضى، قبل 12 سنة، قبل ما أقدمت الإمارات على تحويل ثورات الشعوب إلى 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 فوضى عارمة. إذا أنت أول شيء تهريب المال، ذهب، مال، معادن إلى آخره. ثاني شيء، الإمارات لديها مشروع عالمي مرتبط مع الصهيونية العالمية، وهو إضعاف هذه البلدان كلها من أجل إسرائيل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الإمارات اليوم شافت بأنها فقط الفوضى هي اللي تعطيها النفوذ، فهي اليوم لديها نفوذ كبير في ليبيا، لماذا؟ لأن أحدثت فيها فوضى. لديها نفوذ كبير في اليمن، لماذا؟ لأن أحدثت فيها فوضى. في السودان، حتى في مصر، بعد ما أصبح إلى حد ما السيسي ومن معه يراجعون علاقاتهم مع الإمارات، بدأت الإمارات تهاجمهم، والآن في الإعلام الإماراتي هجوم كبير من حين لآخر على السيسي اللي هو صنيعتهم. في تونس، وش قالت وجاء على في الجريدة، صحيح الإمارات الآن تدفع لمعتوه تونس باش يقطع علاقاته بالنظام الجزائري، لأن أكبر مساعدين له هو الإمارات وعصابات الجزائر، يريدون الإمارات أن ينهوا هذه العلاقة. وهناك تحريض كما قلت داخل المغرب، ولكي يقوم تقوم حرب بين الجزائر والمغرب. هذا تقوله أستاذ محمد العربي زيتوت يصب في خانة مهمة جدا ويروج لها النظام في الجزائر، هي أن الجزائر مستهدفة.
مش الجزائر مستهدفة كوطن أو كدولة. عفوا، الجزائر مستهدفة كوطن وكدولة، لكن مش مستهدفة كنظام حكم. نعم هناك خصومات. إحنا كون أن مرات يلتقي تحليلنا أو موقفنا مع وش يقولوا في هذه الجزئية ولا هذه الجزئية، هذا يحدث، لأن هذه طبيعة الأشياء وهذا حقيقي. شوف بالنسبة للإمارات، خلينا نعطيك أنا أدلة، هذه مش حتى مش تحليل. الإمارات متواجدة في تونس، ومتواجدة في ليبيا، ومتواجدة في المغرب، ومتواجدة في موريتانيا، ومتواجدة في مالي، ومتواجدة في النيجر. هل تعلم أن هناك قبل 7 سنوات أو 6 سنوات أقدمت الإمارات على قاعدة عسكرية في النيجر، ولديها قوات خاصة إماراتية الآن على بعد 300 كيلومتر من حدود الجزائر؟ نظام يعرف هذا، ولكنهم سكتوا وظلوا يسكتون. عندما وصلت القضية إلى أنهم أصبحوا ضد جناح تبون، جناح اللي راه الآن عنده شوية نفوذ أكبر، الجنرالات مع تبون، مش تبون شخصيا، هنا وين انزعجوا. لم ينزعجوا عندما دخلت الإمارات إلى تونس، بل بالعكس ساعدوها. يعني عندما أقدم قيس سعيد على الانقلاب قبل سنتين، ساعدوا الإمارات. كيف ساعدوها؟ بأنهم دعموا قيس سعيد الخادم نتاعها. عندما دخلت إلى ليبيا ساعدوا الإمارات. كيف ساعدوا الإمارات؟ لم يدعموا الجناح المعاكس إلا أخيرا لما ولا الجنرال حفتر يهدد في الجزائر، اللي هو خادم الإمارات. إذن عندما كان الخطر الإماراتي على الجزائر كوطن، كدولة، كبلد، لم يتحركوا. عندما أصبح الخطر الإماراتي عليهم هم كجناح، اللي هو هذا الجناح جناح رئاسة، هنا تحركوا والأمور ستسوء بيناتهم. إذن هاي القضية علاش تحركوا، خاصة وأن فاغنر اللي هو عنده خصومات كما تعرف مع في روسيا، فاغنر أيضا هو ممول إلى حد كبير من طرف الإمارات. وفاغنر مشروعه نشر الفوضى. قبل 3 سنوات، سنتين بالذات، ساهمت هذه العصابة باستخدام فاغنر، لأن علاقاتهم كانت جيدة مع الروس وما تزال. لكن الآن فاغنر قد يصبح خطر أيضا على الجزائر، لأن فاغنر ما عندهمش عقيدة أو عندهم نهب الذهب، وهم ممولين من عند الإمارات. منتشر فاغنر هذا، كاد أن يسقط الحكم في موسكو، يعني كاد أن يسقط الرئيس بوتين اللي هو صانع. كل هذه الأمور تتداخل في الحقيقة، والموضوع معقد جدا، ولكن كل هذه الأمور تتداخل لنرى أن النظام هذا أو هذا الجناح عندما شعر، وربما القطريين، ما لك الأتراك أيضا، لكن القطريين خاصة قدموا لهم أدلة وقالوا لهم ها هي المخاطر اللي عليكم من الإمارات كنظام وليس فقط كبلاد، هنا أمروا الخبر بأن تهاجم الإمارات. والهجوم صحيح، وإن كان طبعا الخبر هي من النوع اللي نقول عليه صدقة وهو كذوب. أستاذ محمد العربي، ذكرت القاعدة العسكرية الإماراتية بالنيجر منذ قليل، الرئيس النيجيري لا يزال محتجز ويرفض الاستقالة، هل هذا الانقلاب يزيد من توتر منطقة الساحل؟ ومن هو الخاسر الأكبر رغم خروج الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والجزائرية كذلك يساندان الرئيس؟ هنا شوف، هنا النظام الجزائري أقرب إلى الموقف الفرنسي والأمريكي في النيجر. نعم. ولكن النظام الجزائري هو نفسه اللي سهل دخول فاغنر إلى مالي. ستذكر، ما زال مش مؤكد، لكن بعد ما بدأت بعض المصادر تقول أن فاغنر وراء الانقلاب. فاغنر رحب بالانقلاب، بريغوجين أمس لما ظهر في لقاء الأفارقة في موسكو رحب في الانقلاب في النيجر. لا أستبعد أن الانقلاب أقدم عليه جنرالات مرتبطين بالإمارات وبروسيا، وأن فاغنر لعب الدور كبير فيه. سقوط محمد بازوم في النيجر أمر سيء جداً، سيء للمنطقة ككل، منطقة الساحل، سيء للنيجر، لأن هذا في نهاية المطاف بغض النظر على كل ما يقال تم انتخابه، فهو جاء بانتخابه ولم يأتي بانقلاب محمد بازوم. والنيجر عرفت نوع من الهدوء منذ آخر انقلاب في 2010 حتى 2021 عندما حاولوا الانقلاب على بازوم وكان انقلابا فاشلا، لكن الآن هذا الانقلاب يبدو أنه نجح. قناعتي، ما زال مش معلومات لكن هذا تحليل، قناعتي أن وراء الانقلاب الروس والإماراتيين. لماذا؟ لأن الروس يريدون إزعاج الغرب كما يزعجهم. الغرب يزعج الروس بشدة ويحاصرهم ويعاقبهم، والحرب في أوكرانيا روسيا تغرق فيها، كانوا يظنون أنها قضية عملية عسكرية تدوم أسبوع، رأي الآن دامت تقترب من 20 شهر. كل هذا يخلي الروس يبحث على أماكن أين يزعج الغرب، ومن بين الأماكن الساحل وشمال إفريقيا. شمال إفريقيا هي الضفة الجنوبية البحر المتوسط، كلما حدثت فيها فوضى كلما تدفق اللاجئون. الفوضى موجودة الآن إلى حد ما في تونس وفي ليبيا،
لو كانت تنضم لها لا قدر الله الجزائر والمغرب وهذا المشروع الإماراتي وهو حرب بين البلدين، لن تكون عشرات الآلاف يروحوا لأوروبا وإنما يكونوا بالملايين من المغرب والجزائر ومن إفريقيا كلها. فهذا مشروع روسي إماراتي، الإمارات تريد الفوضى عموما، والروس يريدون الضغط على الغرب، وأفضل منطقة ليضغطوا فيها على الغرب هو الشمال الإفريقي ومنطقة الساحل أيضا.